بسم الله الرحمن الرحيم. تسعى لجنه الفلسفه والاجتماع والسوسيولوجيا في المجلس الاعلى للثقافه المصري ان تعقد ندوتها الشهريه في هذه الكليه العريقه وفي هذا اليوم الجميل من قاعه المؤتمرات بكليه الاداب جامعه عين شمس العريقه. ويسعدنا ان يكون موضوعها القوة الناعمة وأثرها تشكيل بنية المجتمع. هو موضوع غاية في الأهمية بالطبع، يربط بين الفلسفة والاجتماع وله أثر على الواقع. إن شاء الله نستمع إلى كلمات تفيدنا في حياتنا اليومية والاجتماعية. ويسعد اللجنة أن يكون على رأس المتحدثين الأستاذة الدكتورة شادية القناوي. والأستاذة الدكتورة شادية القناوي أولاً وأخيراً هي أستاذة علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس. لكن لمن لا يعرف من أبنائنا أن الأستاذة الدكتورة شادية كانت ممثلة مصر في اليونسكو العالمية، ويذكر لها التاريخ وأكد موقفها الرائع حينما رشح وزير الثقافة المصري الأستاذ فاروق حسني لرئاسة هيئة اليونسكو. وكانت الدكتورة شادية ناعمة عظيمة لها لولا تدخل طبعا الإسرائيل والقوى الدولية غير الراغبة في أن ترأس مصر المنظمة. وعلى الرغم من الدكتورة شادية يعني كانت مهدت الطريق تماما مع كل دول العالم ليرأس فاروق حسني المنظمة اليونسكو. فهي يعني شخصية عامة وشخصية علمية مرموقة في كلية الآداب جامعة عين شمس والمجتمع المصري كله. أيضا يسعدنا أن يكون في هذه الندوة أستاذة الدكتورة سهير. أستاذة الدكتورة سهير أستاذة الفلسفة بكلية الآداب جامعة حلوان أولا وأخيرا أيضا، لكنها الآن تمثلنا في مجلس الشيوخ المصري، عضو مجلس الشيوخ المصري، وكانت فيما سبق عميدة كلية الآداب في جامعة حلوان أيضا. على الجانب الآخر الأستاذة الدكتورة أمل رئيسة قسم الفلسفة، وأكيد تعرفونها جميعا. هؤلاء هم المتحدثون، أما صديقي الأستاذ الدكتور حسين علي فهو الذي سيرأس هذه الجلسة بعد أن أقدم كل التحية لكلية الآداب جامعة عين شمس لأمانة الأستاذ الدكتور حنان كامل، وأيضا الشكر كل الشكر للأستاذ الدكتور خاتم ربيع وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث على حسن الاستقبال والاستضافة. الحقيقة سعدنا جدا بوجودنا في آداب عين شمس لوجود هذه الشخصيات الممتعة والجميلة. ولتسمحوا لي بعد هذه المقدمة السريعة جدا أن أترك الميكروفون لصديقي العزيز الأستاذ الدكتور حسين علي، وهو أستاذ فلسفة العلوم ومن أهم أساتذة فلسفة العلم في مصر والعالم العربي. فليتفضل سيادتي لإدارة الكأس. كل الشكر والتحية لك يا صديقي الجميل، صديقي العمر، الأستاذ الدكتور مصطفى النشار. وهو من هو مفكر مصري مرموق وله كتابات وكمقال اسبوعي وندوات، يعني هو عالم لا شك في ذلك. الندوه النهارده يعني عنوانها القوى الناعمه واثرها في تشكيل بنيه المجتمع. لكن قبل ما نبدا نتكلم عن الندوه لازم يعني اعبر عن سعادتي وسعاده جميع اعضاء لجنة الفلسفة والاجتماع بمجلس أعلى الثقافة في انضمام الإنسان المحترم والأستاذ الجميل الأستاذ الدكتور عبد الرضا رضوان عميد كلية دار العلوم. فأهلا ومرحبا بك. عنوان الندوة زي ما قلت القوى الناعمة وأثرها في تشكيل بنية المجتمع. الحقيقة المصطلح القوى الناعمة ده يعني صاغه أحد المفكرين الأمريكان وسنة 1990. القوة بشكل عام الباور هي القدرة على التأثير
على الآخرين للحصول على النتائج التي يفضلها المرض. ويمكن تحقيق ذلك بإحدى طريقين، إما عن طريق الإقرار والقصد، أو عن طريق الجذب والإقناع. ده مفهوم القوة. أما فيما يتعلق بالقوة الناعمة سوفت باور، هي القدرة على الحصول على ما تريد عن طريق الجذب وليس عن طريق الإكراه أو القهر. إنه ينشأ المفهوم ده أو القوة الناعمة من جاذبية ثقافة بلد ما ومثله السياسية والثقافية. وعندما ينظر إلى سياسات هذا البلد أو الدولة على أنها مشروعة في نظر الآخرين، يبقى تحققت القوة الناعمة لهذا البلد. الولايات المتحدة زي ما احنا عارفين كان لها قوة ناعمة مؤثرة على كافة أنحاء الدول والشعوب، وده كان من خلال يعني زعمها أو ترويجها لأنها بلد الحرية، تمثال الحرية اللي موجود في الولايات المتحدة. ده كان من ضمن الأسباب لرواج القوى الناعمة الأمريكية. وأيضا هوليوود، لا شك أن هوليوود والأفلام اللي بتصور الأمريكي على أنه يعني دائما مناصر للظلم للمظلومين ومضاد للقاهرين او الظالمين، ده كان ايضا له دور فعال وكبير في مساله رواج القوى الناعمه للولايات المتحده الامريكيه. لكنني اظن ان ما حدث بالامس من انتحار التيار الامريكي احتجاجا على موقف بلاده الداعم للعدوان، عدوان الكيان الصهيوني على غزة وأهلها، أن في هذا الحدث تآكل ليس قليلا لما تروج له الولايات المتحدة الأمريكية عن أن لها قوة ناعمة. أنا أظن وأرجح أن هذا الشاب اللي عمره 25 سنة واللي هو طيار في القوات الأمريكية أصيب بسبب ما شاهده من حرب إبادة تدعمها بل وتشارك فيها بلاده. إدراكه لهذا أصابه بالاكتئاب شديد، وأدرك أن ما تربى عليه طوال 25 سنة من أن بلاده تدافع عن العدالة وعن حرية الشعوب وعن حق الإنسان وعن حماية الحياة الإنسانية، كل هذا كان زائف. أدرك هذا وأصيب باكتئاب، وأدرك أن كل شيء فقد معناه، ولذلك أقدم على ما أقدم عليه. فالقوة الناعمة لابد إن إحنا نفحصها، والفرسان اللي موجودين على هذه المنصة وهم يعني نماذج رائعة للمرأة المصرية والعربية. ونبدأ بالدكتورة أمل مبروك، نظرا للطبيعه التعريفيه للورقه التي سوف تقدمها. دكتوره امل مبروك استاذ الفلسفه الحديثه والمعاصره ورئيس قسم الفلسفه باداب عين شمس، وهي ايضا عضو لجنه مجلس الاعلى للثقافه، لجنه الفلسفه وعلم الاجتماع والانثروبولوجي. ودكتوره امل يعني بالنسبة لي يعني تعتبر يعني صديقة وتلميذة، وأنا بنظر إليها على أنها ابنتي العزيزة، وهي ليها دايما مواقف
يعني مشرفة. يعني كثيرا ما كنت يعني أخاطبها قائلا أنك تتحملين ما لا يتحمله الرجال وتنوء به الجبال، لأن هي الحقيقة عندها إرادة فولاذية. فإحنا إن شاء الله يعني نسمع ونستمع ونستمتع بالورقة اللي هتقدمها الدكتورة أمل مبروك، والتي عنوانها القوى الناعمة وأنواعها المتنوعة. فلتتفضل. مساء الخير. اولا انا بشكر جدا كل اعضاء لجنه الفلسفه وعلم الاجتماع والانثروبولوجي، انكم منورين ومشرفينا في كليه الاداب جامعه عين شمس. يوم تاريخي حافل بوجودكم معانا، وبجد بجد انا سعيده جدا جدا، وان شاء الله تكرر تاني ندوات ثانيه. انا بشكر كل اعضاء اللجنه حبايبي، طبعا على راسهم استاذنا الدكتور مصطفى نشار، وانه اتاح لنا الفرصه في عقد هذه الندوه القيمه، وان احنا نعقدها كمان في كليه الاداب جامعه عين شمس، ده شرف كبير جدا جدا. ايضا اعبر عن بالغ سعادتي بجلوسي امام حبيبه قلبي استاذه الدكتوره شادي. استاذه الدكتوره شادي ناوي استاذ علم الاجتماع بكليه الاداب جامعه عين شمس، وسفيره مصر باليونسكو، استاذ كبير عندنا في الكلية، ويعني علاقتي بيها ليها تاريخ يمتد من قبل حتى ما ياخد دكتوراه، دكتورة أيام ما كانت ماسكة وكيل كلية لشؤون التعليم والطلاب. حقيقي حقيقي يعني ونعم الاختيار، وبالفعل انت منورانا النهاردة دكتورة حقيقي والله. أشكرك جدا على موافقتك لأنها وافقت بشكل سريع بدون تردد، بشكرك جدا جدا جدا، واشكر طبعا استاذنا الدكتور احمد. كمان ارحب بالاستاذه الجميله حبيبه قلبي ايضا استاذه الدكتوره سمير عبد السلام، عميد كليه الاداب جامعه حلوان وعضو مجلس الشيوخ، تشريفها لينا عندنا في كليه الاداب. وايضا اشكر استاذ العرغاني العزيز الدكتور حسين علي حسن استاذ المنطق وفلسفه العلوم، حقيقي تعلمت منه الكثير والكثير، وسأظل إلى أن يتوفاني الله أتعلم منه. أشكره جدا جدا، وأشكر كل أعضاء اللجنة أنهم شرفونا، وأشكر كل الضيوف والحضور من مجلس الأعلى للثقافة ومن أعضاء هيئة التدريس بالقسم، ويعني أتمنى إن شاء الله أن الندوة تعجب. الموضوع اللي هتناوله النهاردة بعنوان القوة الناعمة وأدواتها المتنوعة. والحقيقه هو كان المفروض ان احنا نبتدي باستاذتنا العظيمه الدكتوره شاديه وحبيبه قلبي الدكتوره سهير، لكن هو طبيعه الكلمه او الورقه اللي انا هقدمها هي ورقه افتتاحيه لمعنى الكلمه. اما بقى يعني هنسيب بقى يعني كل التفصيلات الجميله لموضوع القوى الناعمه فيما يخص علم الاجتماع او حتى فيما يخص السياسه او الثقافه للدكتوره طبعا شاديه والدكتوره سهير. انا بعتذر ان انا بدات بيا، انا بعتذر جدا. يعني الحقيقه مصطلح القوه الناعمه من المصطلحات الحديثه كما تفضل وعرض استاذنا الدكتور حسين في بدايه الندوه، هو اساسا موضوع في مجال العلاقات الدوليه، وايضا هذا الموضوع يسهم بشكل دقيق جدا في تعميق فهمنا لطبيعه القوه ما معناها، وان هي بتحمل ابعاد كثيره جدا جدا لممارسه القوه. المقصود بالقوه الناعمه هي تلك القوه القادره على جذب الاخرين سواء كان افرادا او دولا عن طريق الاقناع كما تفضل استاذنا الدكتور حسين، او الاستماله، وايضا عن طريق الاكراه، وده بيبقى معنى اخر او وجه اخر للقوه اسمه القوه الناعمه. ازاي اقدر اجذب الاخرين واجعلهم يفعلوا ما اريد انا بشكل اما بالاجبار او بشكل اما بالجذب او الاغراء. طبعا القوه الناعمه بتختلف عن القوه الصلبه او القوه العسكريه، والقوه العسكريه او القوه الصلبه بتكون في مجال الساحه الدوليه او في مجال الحروب، وتتدخل الدوله بشكل قوي في هذه القوه.
ايضا تقابلها ايضا قوة اقتصادية وهي قوة صد، وتستطيع ان تتحقق او تحقق ما تريد ان تصل اليه برضو عن طريق الاغواء او عن طريق الارهاب. تاريخ البشرية حافل عبر عصور متعددة ومختلفة بمعارك وحلول وحروب، كانت لغة القوة هي اللغة المسيطرة او اللغة السائدة، وهي احد المفردات المهمة التي توقف عندها المفكرون في جميع مختلف تخصصاتهم العلمية، لان هذه الكلمة بتاخد معنى واحد في جميع اللغات. موضوع القوة ايضا شغل الفلاسفة على وجه ادق، ابتداء من افلاطون وارسطو وايضا الفلاسفة العرب عند ابن خلدون، وايضا اهتموا بمفكروا عصر النهضة والتنوير وفلسفة الثورة الصناعية مثل ماكس فيبر، ووصولا الى عصر الحرب الباردة مثل جورج كينان وهنري كيسنجر. حتى بعد الحرب الباردة ايضا كان في اسهامات لانشأ المصطلح ده، وهو جوزيف باي هو الباحث السياسي الامريكي ورئيس مجلس استخبارات الوطن الامريكي ووزير الدفاع في عهد إدارة كلينتون. الحقيقة استخدم مصطلح القوة الناعمة او اول من نحت هذا المصطلح، لكن كان بيتم تداول هذا المصطلح في تسعينات القرن الماضي، لكن بداية 2004 لما ألف جوزيف ناي كتابه القوة الناعمة وسيلة النجاح في السياسة الدولية، ده يعتبر هو أول من يعني تعامل مع المصطلح بالشكل الحديث. يعرف ناي القوة بصفة عامة بأنها القدرة على التأثير في سلوك الآخرين. لماذا؟ للحصول على النتائج المطلوبة. وأشار إلى عدة وجوه أو عدة وسائل للتأثير في سلوك الآخرين، زي ما تفضل أستاذنا الدكتور حسين، إما بالإجبار عن طريق التهديدات، أو بالإغواء عن طريق المنح والحوافز والهدايا، أو إن أنا بجعل الآخر يفعل ما أريده أنا أو ما أصبو إلى تحته. وأيضا قال إنه مش في كل الأحيان بنستطيع إن إحنا نلجأ للإقراق أو الإجبار. ليه؟ لأن في طريق آخر أو وجه آخر للقوة بيسميه القوة الناعمة، هي اللي بجعل الآخرين يعملوا كل حاجة أنا عايزاها بدون إقراق أو إجبار. ده الوجه الآخر للقوة. القوة الناعمة ليها أدوات متنوعة، وهذه الأدوات تتلخص في ثلاث عناصر: الثقافة والقيم السياسية والسياسة الخارجية. لو تحدثنا عن الثقافة بشكل عام، هي مجموعة القيم والممارسات اللي بتخلق معنى للمجتمع أو بتدي قيمة للمجتمع، وفي مظاهر عديدة للثقافة، وفي كمان نوعين للثقافة: في ثقافة عليا زي الأدب والفن وأيضا الإعلام والتعليم، وفي ثقافة شعبية بقى بتركز على إمتاع الجماهير عن طريق الأفلام والمسلسلات وأنماط الاستهلاك والأزياء وغيرهم من أنماط الثقافة المستهلكة، وهي ثقافة شعبية أو ثقافة عامة. كل مظهر من مظاهر الثقافة له جاذبية معينة، بمعنى إنه ما يجذب مجتمع من المجتمعات أو ليه قوة جاذب قوة النعم. طبعاً القيم السياسية معروفة توجهاتها إيه؟ إن هي مرتبطة بالحكومة، تسلك سلوك معين زي مثلاً الديمقراطية، أو مرتبطة بالعمل المؤسسي، أو مرتبطة بالسياسة الخارجية زي مثلاً تشجيع السلام وتشجيع مبادئ حقوق الإنسان. والحكومات ليها باع طويل في مجال السياسة الخارجية، بتطورها وتطور قوة النعم. الحقيقة في الكلمة اللي أنا يعني بلقيها ركز على أدوات الثقافة. أدوات الثقافة في منها اللغة، واللغة دي مهمة جداً جداً، لأن هو ده الطريق. اللغة هي الطريق الأمثل للتواصل مع الآخر. اللغة ليها جاذبية، اللغة ليها مفتاح أساسي لتفعل ما تجسدت فيه القوة الناعمة. أيضاً في مجال التربوي، تربية
او التعليم سواء كان التعليم الابتدائي او الجامعي. التعليم الجامعي ايضا له قوه ناعمه لانه الدوله بتستخدم مبادئ التعليم الجامعي او ان التعليم الجامعي اساسا بيطور مجال الدوله ومجال المؤسسه. ايضا القوه الناعمه في وسائل الاعلام، وانا هتكلم الحقيقه بشكل عام، يعني انا مش هخصص موضوع معين، طبعا هترك كل الحاجات الجميله اللي فيها نوع من التوسع لاساتذتنا الموجودين، لكن هتكلم بشكل عام. وسائل الاعلام مهمه جدا جدا وليها قوه ناعمه زي الاذاعه والتلفزيون والصحافه والسينما والاعلانات. كما ذكرت ان اللغه هي بس بالفعل القوه الناعمه. ليه؟ لان اللغه هي العلاقات الاكثر شيوعا واكثر تشعبا في المجتمع، من الأنشطة الأساسية في المعرفة البشرية وتؤثر في حياتنا بشكل عام. وقد لا نجد في أي مجتمع من المجتمعات يعني أنظمة سورية من الأرقام ولا حتى من علم الحساب، وقد لا نجد في مجتمع المجتمعات أي اهتمام بالفن أو حتى العلوم، لكن لابد أن نجد في المجتمع لغة ما يتعامل بها المجتمع أو يتفهم بها الناس في المجتمع. إذن إن اللغة هي نسق من الرموز والإشارات تعبر عن الحياة الثقافية في المجتمع، وهذه الرموز وهذه اللغة لها قوة أو أداة فاعلة وفعالة تؤثر في الآخر. أيضا التربية، التربية قوة ناعمة وقضية اجتماعية مهمة جدا جدا جدا. ليه؟ لأن ليها دور أساسي في مجال الحياة الثقافية. النظريات التربوية الحديثة ترى أن المبدأ الأساسي للتربية يجب أن يكون في حل المشكلات الاجتماعية والثقافية والبيئية التي تحيط بالأفراد. وأيضا التربية هي تعد الطلاب والتلاميذ لمظاهر الحضارة، إن هما دول بيعملوا قوة الدولة. طب لو إحنا جينا نبص بقى في التعليم الجامعي باعتبارنا نحن في داخل حرم التعليم الجامعي، قوة ناعمة، قوة ناعمة جاذبة في بثوث تمتد للعلاقات، جميع العلاقات بجميع الانتماءات الدينية والثقافية. والتعليم هو مؤشر أساسي في المقام الأول لأنه بنقيس على أساسه أداء الجودة في الجامعات. وطبعا أداء الجودة في الجامعات تسهم في نشر الثقافة والتبادل الثقافي بين الجامعات المختلفة، نشر البحوث والدوريات، حجم الإنفاق على التعليم، نسبة الأمية وإزاي نمحو هذه الأمية، التصنيف الجامعات ودورها في التصنيف الدولي، ده مهم جدا جدا جدا، قوة ناعمة تؤثر في المجتمع. لو انتقلنا لوجه آخر للقوة الناعمة هلاقيه في الإعلام، والإعلام مجال تكنولوجيا المعلومات والثورة المعلوماتية الطاغية اللي بتؤثر على جميع مجريات الأمور ليها أساس معين في ممكن نقول عليها هي قوة ناعمة مؤثرة أو قوة الإعلام الناعمة. وسائل الإعلام تهيمن على الحياة المعاصرة، كلنا عارفين إن وسائل الإعلام ليها دور مهم جدا جدا في ممارسة إما التضليل للمحتويات الإعلامية أو التصديق، وإلى حد ما يبقى تضليل أكتر. فيها نوع من الاستمالات العاطفية اللي بتستهدف التأثير على الوجدان، الوجدان المتلقي على وجه الأدق وإنفعالاته وإثارة حاجاته النفسية والاجتماعية. وتعتمد هذه الاستمالات العاطفية على استخدام عبارات براقة جميلة تحظى باحترام المتلقي. وأنا هدي نموذج صغير جدا لمجال الإعلام مؤثر جدا كقوة ناعمة، هو التلفزيون. التلفزيون خطير جدا جدا، يؤثر على كل المجريات الحياة. ليه؟ لأنه بيعكس صورة إما للواقع الحقيقي أو واقع مضل. قنوات التلفزيونية خاصة الفضائية منها لم تعد مجرد قنوات تقدم برامج للتسلية أو التثقيف زي ما كنا زمان بنعتمد اعتماد كبير جدا على التلفزيون وعلى قنواته، لأن الثقافة فيها معلومات خطيرة بتنمي الفكر. لا، أصبحت هذه البرامج
أدوات للضبط في المجتمعات الراهنة. أصبحت قوة ناعمة لأن هي بتمارسها الطبقات الاجتماعية على طبقات أخرى. إزاي التلفزيون بيمارس هذه القوة الناعمة؟ لأنه لا ينقل الحدث فقط، بل يساعد على صناعة الحدث وعلى قولته في ذات الوقت، وإثبات الصورة اللي هو عايزها من على عن طريق الوسيط، سواء كان الوسيط ده خبر أو جمهور. إذن التلفزيون بيساعد على صناعة الحدث وتقديمه للجمهور، وليس على بناء العقول. يعني احنا عن طريق التلفزيون بنلاقي فكر جاهز، فكر ثقافي جاهز، وجبة جاهزة ممكن اي حد يتناولها دون اي عمل للفكر. اذا التلفزيون لا يقتصر على المشاهدين، ايضا بيخضع عليه المثقفين. وامتلكت الشاشة قوة ناعمة مارستها على التفكير، تتمتع هذه القوة بالقدرة على امتلاك الحدث بدلا من تكوين العقول. فالتلفزيون مهم جدا جدا. ايضا من الاليات التي يلجأ اليها المشرفون على التلفزيون التأثير على الواقع والسيطرة على الرأي العام، لان هم بياخدوا الرأي العام لمجال تاني خالص. مفيش مجال يقدر نستطيع ان نتحقق منهم الا عن طريق التلفزيون لو احنا ركزنا فيه. بيحجب المعلومات الحقيقة عن طريق عرض معلومات هو عايز يوصلها، إما عن طريق الإثارة والمبالغة في وصف الأحداث، أو عن طريق التقليد من هذه الأحداث ونوع من عدم التركيز فيها. الحقيقة خلاصة القول إن القوة الناعمة إحنا بنحتاج لهذه القوة. ليه بقى؟ لأن هي بتحتاج إلى عملية تعميق للفكر، محتاجين إلى تنمية الوعي الإنساني. وأشكره جدا وأعتذر إذا كنت طول. شكرا جدا. نشكر الأستاذة الدكتورة أنا المغروب على هذه الورقة الثرية والقيمة. والحقيقة يعني تواجدت كثيرا أنا في هذه الوقت، لكن لم أجدها مشرقة كما هي اليوم بوجود هذه النخبة الجميلة من زملائنا أعضاء لجنة الفلسفة والاجتماع والأنثروبولوجي بالمجلس الأعلى للثقافة. لهم إحنا أول مرة يشرفونا، ونحن يعني سعداء سعادة بالغة. شكرا. كما أنني سعيد غاية السعادة بوجود صديقي وحبيبي البروف الأستاذ الدكتور مديان، وأستاذة الجمال الجميلة الدكتورة رضا خلاف، وكافة أعضاء التدريس بالقسم، وأيضا الهيئة المعاونة، وعلى رأس أعضاء التدريس المنورين النهاردة برضو أستاذة الجمال الجميلة الدكتورة ولاء حمدي، وأيضا سعداء بشباب قسم الاجتماع أعضاء التدريس اللي يعني قوة الجذب بتاعة الدكتورة شادية هم اللي خلتهم ينورونا النهاردة. هو النعيمة بتاع الدكتورة شادية هي اللي جابتهم النهاردة، وتحية ما هي قوة النعيمة هي تسحب. والفعل بيكم إذن يا فندم، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. الله الحقيقة الدكتور عمل يعني فعلا اللغة الأدمغة كانت سرية، وتحدثت عن اللغة، وقال اللغة بتلعب دورها في اللغة في القوى النعيمة. الحقيقة لما كنت معار في الكويت كان في طالبة كل ما خلص المحاضرة تسألني، فلاقيها بتكلمني بلهجة مصرية 100%. قلت لها انت باباكي مصري وجوز مامتك كويتية؟ قالت لي لا، مامتك مصرية وجوز باباكي كويتي؟ قالت لي لا. قلت لها طب انت بتزوري مصر كثيرا؟ قالت لي انا نفسي ازور مصر عمري ما رحتها. قلت لها لا، انت بتتكلمي عربي، بتتكلمي مصري اكتر مننا. فقالت يا دكتور عشان الافلام والمسلسلات هي السبب. الحقيقه
الدكتوره شاديه عالية الكناوي، يعني هي تعتبر صحيفة شادية عالية وانا حسين عالية. شادية عالية كناوي. ايوه وانا كناوي والله، انا والله من جنة. والحقيقة هي عالم. يعني وانا بشكر الدكتور مصطفى النشار لانه هو يعني قام بالحديث عنها وعن دورها وعن مكانتها مكانتها والبيبر بتاع الدكتوره شاديه عنوانها الدبلوماسيه الثقافيه قوه ناعمه لتعزيز العلاقات الدوليه المصريه. فتفضل. السلام عليكم جميعا، صباح الخير، صباحه جميله ان شاء الله. الف شكر على التقديم دكتور حسين. انما في البدايه اسمحوني هاخد تاني وقت كده في شكر الحقيقه للجنه بقياده الاستاذ مصطفى النشار على دعوتي للمشاركه معكم. ويعلم البعض وخصوصا اعضاء الكليه ان انا بقالي يومين ما بحضرش الكليه ولا باخد محاضرات ولا حاجه اصلا تعبان. لكن اثرت واخدت كورس ادفيرس شديد جدا لسه بدأ امبارح، فمعلش هبقى متظاهره حبيت ايه تتفلت ده. ولذلك السلامات كانت بالجروب بس عشان كده. فانا اولا بشكرك ولانه كان في دعوه قبل كده كملت وغلطت برضه، فالمره دي مجدي قال لي لا كده مش هينفع هتطلعي فانا بشكركم وبشكركم على كلمات الحقيقه انا لما دعيت للعنوان الندوه اللي هو القوه الناعمه واثرها في تشكيل بنيه المجتمع المصري على طول فكرت طبعا القوه الناعمه ومش هدخل. جميل جدا الدكتوره امل، انا استفدت جدا. الدكتوره امل عملت اللي انا كان نفسي اعمله كمقدمه للعمل بتاعي، فجيت العمليه هتطلع فركزت في اللي انا عايزه اعمله. كنت عايزه اتكلم عن التعليم كقوه ناعمه، ووضع التعليم في مصر واصلاح التعليم في مصر يبدا من اين، وسلبيات المنظومه التعليميه في مصر وفقا لبعض خبراتي سواء الدوليه في منظمه اليونسكو او دراستي في الخارج في المانيا. فكنت هقول بعض الخبرات دي، لكن اثرت انا اتحدث في التعليم لاني كنت متصوره ان في حد من كليه التربيه هيكون موجود، دكتور بوغيس، فقلت ممكن هو يتكلم عن التعليم. فقولي بقى حاجه ثانيه عندك معلومه عنها مش موجوده يعني. فالحقيقه يعني انا بكمل بعد الدكتوره امل اللي قدمته فعلا انه التعليم او الثقافه او الميديا او كل دي قوه ناعمه. لكن انا عايزه اقول حاجه بسيطه جدا ليعلمها الجميع، انه بعد انتهاء الحرب العالميه الثانيه او في اثناء انتهائها سنه 45 بالذات، كنا خلاص على وشك الانتهاء وبدات تتعمل التحالفات الى اخره، لكن تم صياغه ميثاق هيئه الامم المتحده من 50 دولة، وتم إنشاء هيئة الأمم المتحدة لبناء للاستعاضة عن القوة الصلبة اللي حضرتك بتقولي عليها بالقوة الناعمة اللي هي ممثلة في كلمة السلام. لكن في نفس الوقت بعدها بشهر واحد كنف 24 أكتوبر سنة 45، في 16 تقريبا نوفمبر 45 برضو وضع ميثاق منظمة التربية والثقافة والعلوم أو العلم، هي التربية والعلم والثقافة، اليونسكو، وضع ميثاقها من 20 دولة. ال 20 دولة دول منهم 3 دول عربية، كانت من أبرز الأنشطة الحقيقة، وحتى الجانب اللبناني والجانب السعودي عملوا إضافات كبيرة على ميثاق هذه المنظمة. والمنظمة معنية كما هو مذكور بالثقافة، التربية، العلم، أو التربية، العلم، الثقافة.
مركزة على هذه المجالات الثلاث، ولكنها لمست على ما ذكرته الدكتورة أمل أيضا في الآونة الأخيرة. أنا رجعت من الكورس ده سنة 2009، آخر 2009 كان تم ضم، يعني من ساعة أنا رحت في 2005 تم ضم قطاع جديد لمجالات عمل اليونسكو، وهو الاتصال الإعلامي والاتصال بمعنى الثورة التكنولوجية وإدارة عمل الحديث. ويعني المنظمة من مهمها إنها تشوف من خلال لجنة معينة بتحرص مصر عليها على تواجدنا فيها دايما، لجنة اسمها لجنة الاتفاقيات والتوصيات، اللي هي لمراقبة حالة حقوق الإنسان في القطاعات الأربعة اللي ذكرتها لعمل اليونسكو، في التعليم هو الإنسان بيتحقق ولا لا، في الثقافة من حيث المعلومة حتى اللي بتجيلنا، في الإعلام، بالنسبة للعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية عندهم قطاعين كبيرين جدا، يعني ونشاط قطاع العلوم الإنسانية سنون العلوم الاجتماعية يعني متطور جدا، لدرجة إنه لقينا اللي بيكتبوه خبراء يعني درجة أساتذة جامعيين وبيكتبوا أشياء كثيرة جدا عن تأثير العولمة على دول العالم النامي، لا عدالة اللي حدثت بسبب العولمة التي توغلت في مجتمعاتنا من كل جانب، واللي استفاد منها الدول الشمال المتقدمة وكلها جت على رأس الدول غير النامية، فما ممكن المجالات اللي نشتغل فيها عليها ايه؟ أنا الحقيقة مش هعرفكم باليونسكو، يعني حضراتكم طبعا في معلومات كتير موجودة على صفحات الجرائد والكتيبات اللي بتطلع او جوجل او كده، لكن هقول لكم كيف تم استخدام القوة الناعمة لمصر في عدة مواقف. من ابرز المواقف الحقيقة ما ذكره الاستاذ الدكتور مصطفى نشار، موقف حمد ترشح مصر لمنصب مدير عام المنظمة، ويمكن انا هركز على الموضوع ده، لكن في موضوع اخر مهم جدا الحقيقة يهمني ان كنتوا تعرفوه، رغم ان المنظمه يقال انها منظمه غير سياسيه، ورغم ان المنظمه كل الدول الاعضاء لها حق لها صوت وما فيش فيتو في منظمه اليونسكو، يعني بعدد الاعضاء اللي بتوافق على مشروع القرار كذا، امريكا سوى ليها صوت زي بنجلاديش بقى ليها صوت او جزر القمر ولا اي حاجه، تمام. في سنة عشان كده حتى أنا أقول بالترتيب سريعا وبعدين أركز بقى على موضوع الانتخابات، لأن فيها حاجات معلومات لازم حضراتكم تعرفوها كويس. سنة 2007 حدثت حفريات، أو كانت بتشتغل من قبل طبعا، حفريات إسرائيلية تحت المسجد الأقصى بحجة إنهم يلاقوا هيكل سليمان، وده كان هيأثر على مسجد الأقصى، والمسؤول عن حماية المسجد الأقصى والمدينة كلها وحماية تراثها اليونسكو وتحت إشراف الأردن المملكة الأردنية، طلب السيد عمرو موسى في خطاب وجالي الوفد الخطاب بأنه لابد من أن، رغم أنه هو بعد خطاب للمجموعة العربية كلها، لكن في خطاب جه لقيادة، فما كان مني إلا أني كونت طلبت اجتماع طارئ للمجموعة العربية، وفي الاجتماع الطارئ اقترحت ما يلي، وده جزء من استخدام القوة الناعمة في إقناع الآخرين برؤيتنا، إنه إحنا كلنا بنعرف سفراء كتير، فقلت كل واحد السفراء اللي هم من 58 دولة أعضاء المجلس التنفيذي اللي هم هياخدوا القرار لازم نوزع نفسنا ونسأل كل واحد منهم، كل واحد منكم ايه هي هذه الدول، وتروحوا تزوروا هؤلاء السفراء في مكاتبهم وتشرحوا لهم الموضوع. وكان من نصيبي انا عدد حوالي 12 وقت 12 سفير ومندوب دائم عملتهم، وكان في منهم خارج اليونسكو، يعني مقر اقامتهم في بلجيكا او مقر اقامتهم في اسمها ايدي لوكسمبورغ، اضطريت ان انا اسافر لهم يوم وارجع اعمل النشاط ده. لكن وانت احنا بنكلمهم انا شخصيا كان كلامي عن العرب وعن قضية القدس فعلا
لكن كمان ازاي ان احنا المصريين مهتمين بحماية التراث الثقافي المصري المادي وغير المادي الى اخره. ووعي يعني لازم اكون طبعا كنت ببقى مذاكر ببقى رحت قريت وجمعت معلومات الى اخره، لكن ما اكتفيتش بذلك. حتى الدول اللي كانت مفروضة للاخرين ان هم يروحوا لها انا بعدها رحت لها. لاني مش مكسوفة اسأل رحتوا ولا ما رحتوش، يعني دول ناس كبار سفراء يعني وكده، فبرضو الدبلوماسية الناعمة يعني بتقول انك انت تتحسسي الطريق. فالاصدقاء منهم بقيت اروح لهم وانا كذا كذا كذا، انا عارفه ان فلان جالك وقال لك نفس الكلام كذا كذا، فيقول لي اه فانبسط قوي. كنا بنعمل ده وبنطالب بعقد جلسه استثنائيه، وهو لم يحدث في عصر المنظمه حتى سنه 2007. كان لاول مره يبقى في حاجه طلب جلسه استثنائيه. الجلسه الاستثنائيه شروطها في اليونسكو ان يتوقع عليها او يطالب بها سته من اعضاء المجلس التنفيذي، واحنا العرب كنا سته. طالبنا احنا جميعا بها، وكان عليا لان انا طلب مني ان انا اقوم بالعمليه، كان عليا التواصل مع وزير التعليم العالي في الصين لان هو المندوب اللي بيحضر في اليونسكو في المجلس التنفيذي وهو رئيس المجلس التنفيذي. فطلبت منه المحادثات كلها للصين، مش قاعد قدامي ارفع ارفع اقنعه. المهم هو تحمس، وده كان جميل منه. انا الصين دايما مؤيده اكتر للعرب والمصري تحديدا. وافقني على انه يرفع الامر لليونسكو. اترفع الامر لليونسكو. طبعا الولايات المتحده الامريكيه راسها بألف سيف، اي حاجه بيطلبها العرب اي دوله، مصر، سوريا، العراق، بحرين، كله لا. وكان انا اصلا يعني مصدقه اغلب السفر كنت، لكن السفيره الامريكيه كتير بقى عشان انا عارفه ازاي بتاثر على الاخرين، ودي قوه نعم انا عارفه كويس جدا تاثيرها وتاثير سلطه امريكا على الاخرين. فكتير من الاحيان اروح لها منزلها، هي تجي لي منزلي، نخرج بره نتعشى نتغدى، وتبقى الكلام كله طبعا عن الشغل، ما فيش حاجه شخصيه يعني بيننا وبين بعض. الى ان قالت قدمنا مشروع قرار لإدانة اسرائيل، طبعا ده كبيره قوي على العالم انه تدان اسرائيل ومن المجموعه العربيه. فقدموا هم مشروع تاني وقالوا لازم نعقد جلسه مفاوضات سداسيه من فلسطين صاحبه المساله واللي بتحمي التراث في القدس الاردن ومراقب اللي هو مصر، ومن الجانب الاخر اسرائيل صاحبه المساله وامريكا الداعم الاول لها والنرويج. والنرويج لمن لا يعلم دوله فعلا تمارس الحياه السياسيه بشكل دبلوماسي ناعم وفي نفس الوقت مع الحق وليست مع تيار الدول الغربيه اللي بيأيد على طول اي حاجه تقولها امريكا في شان اسرائيل. قعدنا شهرين في مداولات سداسيه يوميا على ايام الحد والجمعه اللي السبت والحد، الى ان وصلنا في النهايه لمشروع قرار توافقي. ها اللي كان مؤداه يعني نص التعب بيبقى قد ايه انه يبقى مؤداه المجلس التنفيذي لا يعقد جلسه استثنائيه بعد بكره ولا كده، لانه ده هيكلف اليونسكو مش عارف كام مليون، لانه بيستدعوا الدول كلها وبيستدعوا سفرائهم ووفودهم الى اخره، فكل ده مكلف واقامتهم وكده. فقالوا نعمل الجلسه اليوم اللي قبل جلسه المجلس التنفيذي القادم، وكان المجلس التنفيذي القادم فاضل له شهر، واحنا بنناقش بقى ثلاث اشهر من قبل كده. فوافقنا واتخذ القرار بالادانه بس بصيغه اهدى شويه، يعني دي كانت التجربه الحقيقه. لعبة الثقافة والقوة الناعمة فيها دور كبير جدا. في موقف تاني كان عن إسرائيل وأمريكا في الأمم المتحدة. في الجمعية العامة للأمم المتحدة أثاروا قضية عدم الاعتراف بالمحرقة، محرقة اليهود. هذا الموضوع لم يجد صدى في الأمم المتحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة المحرقة. فتم الاقتراح، وانا متاكده ان هو من امريكا ما عنديش اي دليل على كده، الى انه يحول الى المجلس التنفيذي لليونسكو لان هي المعنيه بالتربيه والثقافه والعلوم، وبالتالي عليها انها، وكان التصور كده، تقدم امريكا وبيأيدها جميع الدول الاوروبيه
وعلى رأسها ألمانيا وطبعاً إسرائيل وكندا فظيع على إنه يتم يعني كل الدول الموقعة على اتفاقية التعليم للجميع اللي احنا نفسنا موقعين عليها و193 دولة كانوا موقعين عليها إنه في مقررات اللغة العربية أسفل مقررات القراءة والتاريخ تذكر الاعتراف بالمحرقة وإدانتها من قبل كتاب هذه الحقيقة أنا بقى من هنا مغيب من توجيه عمرو موسى ولا أي حد بقى لقيت نفسي دمي فار فكان اعتراضي فقط يا جماعة أنتوا عايزين سلام وأمان في هذه المنظمة التي لم يحدث فيها انتخابات إلا ساعة انتخاب المدير العام أو انتخاب المرشحين للجان المنظمة لكن القرارات نفسها دايما تتاخد بالتوافق وما ننزلش على الموافقة على القرار إلا على مشروع القرار إلا لما الكل الغالبية تبقى موافقة يبقى خلاص من غير تصويت لما أول ما يعملوا تصويت يعني إحنا مش قادرين نعمل روح بناء حصون السلام في عقول البشر اللي هو هدف اليونسكو ساعة لما يأتي فطلبت فقط مهلة إن إحنا يعني هنعمل اجتماع المجموعة العربية وهنقدم مشروع قرار ضد مشروع قرار اللي مقدمه الولايات المتحدة الأمريكية وكان ده بسبب إنه حطيت فيه بس وده تم الحمد لله ونجحنا وبقت الناس المصورين كانوا يهنوني لأنهم أغلبهم مصريين ورفعوا عنك الناس تتغلبي عليها إنه يتحط إدانة جميع الجرائم العنف وجرائم ضد البشرية كلها تتحط تذكر لكن لا يذكر فقط محرقة اليهود لا وإلا الألبان هيقوموا على الأتراك والسيريين هيقوموا على اليابانيين وهكذا تمام؟ هو حاجة تانية صغيرة جدا هقولها برضو بسرعة كانت لا هقول بقى خبرة رئاسة المنظمة في الأيام الأولى قبل ترشيح مصر للانتخابات يعني ترشح لمنصب مدير عام المنظمة كانت الدول كلها يعني كده مش عارفة عارفين بقى إن المجموعة العربية ما خدتش فأكيد هيرشحوا نفسهم متحفزين فلقيت بسرعة جالي مشكور اللي أنا ناسية اسمه النهاردة نائب مدير عام المنظمة للشؤون العربية وهو كان يمني الجنسية وله ولاء وباع عربية في مصر له ولاء شديد فاستأذن في زيارتي في مكتبي وطلب انه يزورني طبعا جه وكلامه انه مش هلاقي احسن من مصر مليئة بالشخصيات المصرية بعت على طول في نفس اليوم مذكرة للخارجية وللتعليم العالي الذي يرأسني بهذا المعنى طلب مني فيما بعد دور الدخول في التفاصيل انه من وجهة نظرك ان اليونسكو ممكن تقبل فرشحتنا حد انت شايفاه بصراحة وانا بقولها لأول مرة يعني في حاجات اتنشرت عن الكلام ده من ناس غيري اتنشرت في حاجات لكن هذه المعلومة بقولها لأول مرة انا رشحت السيدة فايزة ابو النجا السفيرة فايزة ابو النجا ليه؟ فايزة ابو النجا يعني تعرفت عليها في العمل مجال العمل شخصية ممتازة قمة في التواضع واستخدام القوة الناعمة مثقفة جدا لبقة جدا شخصية قوية جدا وفي نفس الوقت سيدة اليونسكو له أولويتين القضاء على الفقر في أفريقيا تحديدا وتمكين المرأة فبالتالي بيسعى إلى تمكين المرأة في المناصب القيادية العليا فأنا قلت هم هيقضوا وكان في نزاية الوقت مرشح من المجموعة العربية المغرب مرشحها سفيرتها زميلتي في المقاف اليونسكو فشوف بقى لما اقعد انا واقعد اقنع في الوفد المغربي انه يسحب لان كل الدول التانية بيقولوا لو توحدتوا على مرشح واحد هناخد المرشح المصري قلت لهم انا بقول لكم هنخليهم يبقوا مرشح واحد ان شاء الله ومش هتدونا صوت اللي انا عارفاه تقليد امريكا لان هي مش عايزه مصر واسرائيل مش عايزه مصر ابدا تتولى اي منصب المهم قدرت ان احنا السفيره المغربيه تنسحب ويبقى المرشح الوحيد هو المرشح المصري
المرشح الوحيد في المروءه العربيه، لكن دخلنا الانتخابات ب 9 مرشحين، 9 فاغلب الاحيان بيبقوا 6 أو 7. خلال الفتره انشطه ثقافيه من القوى الناعمه الثقيله جدا تم عملها بعمل استقبالات، حفلات عشاء للمجموعات الجغرافيه، كل مجموعه على حده. لما بتميز مثلا المجموعه الجغرافيه دي دبلوماسيه ناعمه برضه، لما بتميز المجموعه الافريقيه لانها دايما عندها حساسيه انك انا بهتم بيكي وبعمل لك انت كذا وبسوي لك كذا وفي نفس الوقت طول ما احنا قاعدين بنتكلم عن ايه اللي هيعمله فاروق حسني لما هيجي والبرنامج بتاعه ايه، لان انا كنت حاطه البرنامج طبعا حصل عليه تعديلات كتير بعد كده لكن او اضافات، لكن انا حطيت ما يدخل في عمق عمل منظمه اليونسكو. ايضا في جزئيه مهمه جدا قبل بقى الحفلات دي، ان احنا مفروض اقعد مع كل مجموعه، هم 6 مجموعات جغرافيه، اقعد مع كل مجموعه جغرافيه واشرح لها كفاءات وقدرات وبرنامج المرشح المصري، علشان اقعد مع دول في ايام ترشيح قريب جدا. كانت سفيره الصديقه العزيزه السفيره مشيرة خطاب اللي كان بيقوم بالمهمه دي ويقعد يكلم المجموعات الجغرافيه الوزير سامح شكري، مش مندوب الوقت. ف يعني كان في صعوبات جامه مواجهه الوفد المصري من الناس اللي حفزتهم امريكا. بعد ما عرفت ان احنا قدمنا ورق الترشيح جت تجي لي في المكتب، جت لي المكتب وقعدت وقالت لي احنا مش احنا مش موافقين على المرشح ده، لو سمحتي بلغي رئيس حسني مبارك محطوط، بلغي رئيس حسني مبارك يغيره. قلت لها رئيس حسني مبارك ده ما بيغيرش رايه ومش هيقيم. فقالت لي بس احنا كده مش موافقين. قلت لها حضرتك انتوا دوله لكم صوت واحد. قالي ايوه بس مؤثرين على دول كتير. قلت لها واحنا كمان مؤثرين على دول كتير، احنا دوله اساسيه ومحوريه ولينا مؤيدين كتير. فقالت لي يبقى احنا هنشتغل، بس ارجو ان الشغل ما يعني ما يفسدش للود القضيه، لان احنا دايما متصاحبين. يعني كل الريسبشنز اللي كانت بتعملها، الحفلات، اي حاجه فيها لقاءات جماعيه للسفراء كانت بتدعي ليها الحق. وقد كان حاولت بشتى الطرق، وكان كل هدفي انه من خلال الخطوات اللي انا كنت بعملها اللي هي زي ما انا بقول الذهاب الى المجموعه الجغرافيه داخل المنظمه، او اخذ المجموعه الجغرافيه الى احد فنادق باريس الشهيره وتقديم يعني ما لذ وطاب لهم، وفي نفس الوقت في منزلي، وفي نفس الوقت الكلام المصاحب ل الزياره انها الكلام عن المرشح والمرشح موجود ها ويتكلم قدامهم ويقول انا كذا 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 ها. فكان بيجي بيقعد عندي 3 أشهر في باريس بنعمل كل هذه الاشياء. دخلنا الانتخابات وانا حاطه في ذهني، قلت له ان ما جبناش من الجوله الاولى 27 صوت يبقى هناخدها من اول جوله، لان كان كم التأييد لفاروق حسني، ودي حاجه انا عايزه اقولها لكم، كم التأييد الاجنبي الاوروبي اللي اتفق عليها بعد كده الحكومات، لكن السفراء اللي معايا لما كانوا بيقابلوا بيعملوا زياره ثنائيه ما بينهم وما بين فاروق حسني مع حفظ الالقاب، كان بيخرج وانا بوصله بقى لعربيته السفير يقول لي شادية فعلا انا لو دولتي سامحالي ان انا ارشح مصر داخل مصر كنت هنتخذ فاروق حسني. ده رائع، ده ممتاز. بين قوسين كده هو كان على علاقات شديده كتيره، دخلوا معايا في حمله الداخليه اللي انا عملتها داخل اليونسكو وخارج اليونسكو بالتعاون مع شركه لتنظيم مثل هذه الامور المانيه. فكنت بروح المانيا، بروح النرويج، بروح بلجيكا، بروح لوكسمبورغ وهكذا لشحن هذا الدعم، وبتساعدني في هذه العملية هذه الشركة في الخارج. أثناء ما كنت هناك أتقابل مع السفير المصري اللي قايم بما هذه في هذه الدولة للتنسيق معايا في إيه اللي المفروض نعمله والاحتفالات الثقافية اللي كانت بتتم. من آخر الحاجات اللي أنا عملتها اللي هي تعريف اليونسكو
بالثقافة المصرية من جميع النواحي القديمة والحديثة والوسيطة والمعاصرة وكل ما هو حديث. عملنا معرض مصر تكلفت فيه حقيقة مبلغ كبير لأنه جابوا لي قطع من الآثار اللي مش أصلية طبعا بس كأنها هي تمام، واتفرشت اليونسكو كل ممر كل صالة كل جنينة كله بكمل التراث المصري المعاصر والقديم. بعدها قدمت لهم بحفلة من برضو هو نعمة حفلة موسيقية غنائية لكنها موسيقية لجماعة النور والأمل اللي يعرفها أحمد كويس قوي، وأنشدت أو غنت وعزفت بإتقان يعني ما فيش زيه، وفي مايسترو ازاي انا نفسي ما حدش يسالني، انا كان نفسي فعلا اعمل كمبيوتر واعمل لكم داتا شو اوريكم منظر الحفله والحضور شكله ايه لدرجه ما يوقفوا الناس بره القاعه بتاعت المؤتمر العام دي كانت كلها فوق بعضها مليانه. دخلنا الانتخابات عملنا حاجات ثانيه اكتر كتير بس يعني الوقت مش هيسمح باكتر من كده. دخلنا الانتخابات للاسف اخذنا في الجوله الاولى 22 صوت من 9 مرشحين عمرها ما حصلت في تاريخ اليونسكو ان في الجوله الاولى مرشح ياخد 22 صوت. يعني السفيره مشيره خطاب اخذت 6 اصوات وخرجت ب7 اصوات 8 اصوات. ده البدايه والنهايه. احنا بدانا ب 22 في اول جلسه. جالي اخبار ان المجموعه الاوروبيه وامريكا بتقول لك لا ده هو اخرهم اخر بقى شغل السفيره المصريه هي كده ال 22. جينا الجولة الثانية بين 23، جينا الجولة الثالثة بين 24، جينا الجولة الرابعة بين ايه؟ 26. جاب ابنهم قال لك ده كل وهنا بقى بينسحب من 9 ناس واصبح هناك 3 اوروبيين نساء منهم السيدة ارينا بوكوفا من بلغاريا اللي اتخذت سفيرة رئيسة المنظمة. كان في ذات الوقت احنا كنا بنتابع الانتخابات في شهر سبتمبر، كان في ذات الوقت الاجتماع الدوري للجمعيه العامه للامم المتحده، فكل رؤساء الدول وكل الحكومات ممثله وكل المندوبين الدائمين في الامم المتحده موجودين. عرف ان هم عملوا اجتماع طارئ ما بينهم وانه جميعهم يتخلوا عن اي تبني لاي مرشح الا ايرينا بوكوفا، ويبدو ايرينا بوكوفا فقط. عرفت انا الكلام ده جريت جري على دولتين عندي امل لانهم صحاب لكن امريكا مسيطره عليهم وهي دوله حليفه، فبقى يقول لي اصل امريكا دوله حليفه واحنا منبهين علينا ان احنا ما نديش صوتنا لمصر فنعمل يعني سيبينا بقى احنا هنعمل كذا كذا. زائد كان في كلاش كده صغير ما بين الارجنتين ومصر تم تسويته، فانه يقولوا هنأيدكم لو كذا لو هنأيدكم، خليت لحد ما جالهم الخطاب ووصل لهم الخطاب ووروه لي بالموافقه على ترشيح على انتخاب المرشح المصري. كل ده برضو هو نعم تمام. دخلنا الجلسة وانا عارفة ان ممكن نخسر لانه تحالف الدول الاوروبية وهي مجموعة كبيرة زائد بيتحالف معاها دول من اسيا وافريقيا، ممكن الناس اللي مقتنعة بامريكا واسرائيل على راسي، لكن اللي مش مقتنعين ولكن انا اسفة التعبير بياخدوا وعود وبياخدوا حاجات انتوا كذا وانتوا كذا وهنديكوا وهنعمل لكم. فحصلت فعلا شبه خيانه، لكن الخيانه الاكبر اللي لازم كلكم تعرفوها لازم تعرفوها. المهم ان احنا خرجنا من الانتخابات في الجوله الخامسه خدنا 27 صوت مقابل احنا كنا عايزين ناخد بس 31 صوت، هي اخذت 31 صوت واحنا خدنا 27 صوت. في خيانه حصلت ومن ابرز ملامحها ان انا يوم انا والله كنت ببكي يوم حكي تاني خلاص عدت الحدوته لا انا كنت عارفه تحمسي البلد قوي انه يتبعت جواب بجميع من مصر من مثقفي مصر لجميع الدول 58 دوله كل بلغته او باللغات المعترف بيها يعني السته اسباني وفرنساوي وانجليزي والى اخره بإدانة اياكم مصر
مثقفي مصر رئيس مثقفي مصر لا تنتخب رئيس سفير المرشح الاسيوي. أنا هذه تخيلوا هذه الأوضاع. تمام؟ إنك تكون في موقف زي ده وتروح تلف على 58 دولة قبل الاجتماع ما يبدأ. فأنا قاعدة في القاعة والقاعة كبيرة جدا، حضراتكم طبعاً بتشوفوا الكلام ده في التلفزيون. بلف على واحد، كل ما يجي واحد أقول له، كل ما يجي واحد أقول له إيه حيثيات ده؟ عشان أنا عارفاه. إنما زي ما أنا بقول اللي أثر خيانة ثلاث أعضاء، مش عايز أقول منهم مين ولا هم مين، من إنهم يحطوا كانوا مدين صوتهم، ولما لقوا هي خلاص فاروق حسني لقيت مصر هي مصر. هو مش ضد فاروق، هم أصلا ضد مصر، لأن هي المسألة مش عايزة مصر، فما ادوش صوتهم لمصر، ما ادوش صوتهم لمصر. فيعني عايز عليا ان انا ما اقولكوش مين هم الثلاثه دول، لكني لو قلت هتبقى مش داعي ان انا اقول. لا مش هقدر اقول، انا منع نفسي من دي كلها عشان ما اقولش. بس فهي فكره اللي قالتها الدكتوره امل ان الثقافه والاعلام والعلم والتعليم كلها ادوات يحصل استخدامها في العلاقات الدولية الدبلوماسية لأي دولة. وبالتالي أنا من أنصار، ما كنت بقول الدكتورة نسرين قبل ما أكون، أنا مؤيدة تماماً ومتبنية تماماً، وأعمل رسائل كتير مع الطلبة طولي بوجههم لده، التعليم التعليم التعليم. بناء الدولة لن يتم إلا ببناء الإنسان، ومش هيتم إلا من خلال التعليم. بشكركم وأسلم جداً على الحضور. الشكر، كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذة الدكتورة شادية الحناوي على هذه الورقة التي كشفت عن تجربة عميقة ورائعة كانت محفوفة بعقبات كثيرة تم التغلب على بعضها من خلال القوى الناعمة ومن خلال الجسارة الشخصية والحماس الشخصي للأستاذة الدكتورة شادية. نحن نشكرها ونحييها كثيرا. القوى الناعمة ليست سوى عنصر واحد، القوى الناعمة ليست سوى عنصر واحد من عناصر القوة، ونادرا ما تكون كافية في حد ذاتها. إن القدرة على الجمع بين القوة الصارمة والقوة الناعمة وتعزيز العلاقة بينهما، يمكن النظر على هذا الجمع بأنه يمثل أو يشكل قوة ذكية. كما يقال ختامها مسك، وهو فعلا فعلا ختامها مسك. سنختتم بهذه الجلسة الأستاذة الجميلة، وهي جميلة حقا، الأستاذة الدكتورة سهير عبد السلام. الدكتورة سهير كانت عميدة في كلية الآداب جامعة حلوان لمرتين متتاليتين، وهي أيضا يعني عضو مجلس الشيوخ. وأنا يعني لو أردت أن أسرد كل العناصر المتعلقة بنشاطات ودور الأستاذة الدكتورة سهير عبد السلام فلن يسعفنا الوقت، لأن الحقيقة لها نشاط جامد، وهي يعني حاضرة في كل نشاط ثقافي وعلمي. سوف نستمع من الأستاذة الدكتورة سهير عبد السلام لورقة عنوانها القوى الناعمة بين الثقافة والسياسة فلتتفضل. أشكرك دكتور حسين علي أستاذ المنطق وفلسفة العلوم، والأخ العزيز والصديق المقرب. الحقيقة بشكر حضرتك، بشكر دكتور مصطفى النشار أمين اللجنة،
على إعداد هذه الندوة. بشكر دكتورة أمل على استضافتها، هي ودكتور حسين في جامعة عين شمس. سعدت جدا بمقابلة دكتورة شادية أناوي، حقيقة تاريخ وثقافة وقدوة ومثل للمرأة المصرية الناجحة المتحققة داخليا وخارجيا، وأنا أتابعها منذ سنوات طويلة وأعلم جيدا قيمتها ومقامها. السادة الزملاء الأعزاء أعضاء اللجنة، برحب بالدكتور رادي عميد دار العلوم كزميل جديد في اللجنة، دكتورة سامية، دكتورة أمل، دكتورة رضا، دكتورة شهيرة، دكتورة أمل، يعني الحقيقة كلكم، دكتورة سامية، دكتورة دكتورة فاطمة، دكتورة فاطمة طبعا، الحقيقة كلكم عشان بس ما انساش حد، دكتور حامد، دكتور أحمد مجدي أستاذنا. الحقيقة موضوع القوى الناعمة أصبح ضرورة ملحة جدا في مجتمعنا المعاصر، هو بدأ بالتدريج، وفي كل العصور كان هناك وسيلة ما لتحقق القوى الناعمة. في القدم كانت التجارة هي وسيلة لنقل الأخبار ولتجسيد صورة الآخر من خلال رحلات التجارة بين الدول، أيضا الاستشراق ودراسات العلوم الشرق ونقل صورة الشرق إلى الخارج، منها ما كان معنا ومنها ما كان ضدنا، ولكن في النهاية كانت وسيلة. أيضا بعثتنا البعثات التي سافرت للخارج لتتعلم وتتلقى العلم، أيضا نقلت ثقافة الخارج، وكثيرا ما نقرأ عن رفاعة الطهطاوي ونقرأ عن المبعوثين وطه حسين وكيفية تصورهم للثقافة الأوروبية وكيف نقلوها إلينا بصورتها البراقة. هي لم تنقل إلينا فقط وإنما نقلت إلى العالم كله بأجمعه. تأتي أيضا على رأس القوى الناعمة قديما قبل المفهوم المعاصر لها المنظمات الدولية والاتفاقات الدولية التي كانت دائما ترسم ملامح مثالية للإنسانية، حقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المعاقين والبيئة، وكلها تطورت من خلال المنظمات الدولية لتبدأ وتتبارى كل دولة في أن تتبنى هذه الأفكار كي تجسد لنفسها هذه الصورة المثالية لتكون بمثابة القوى الناعمة التي تخاطب بها العالم كله. أننا نرعى البيئة رغم أننا قد نكون غير مؤثرين في الإضرار بالبيئة بشكل فعال، ولكن أن نتبنى هذه القضية هي مشاركة لتجسيد صورة الدولة بأننا دولة متحضرة، دولة مثالية تسعى إلى تحقق الإنسانية وأمنها وسلامها. كل هذه المبادرات، مبادرات المرأة، مبادرات الطفل، مبادرات، هي مبادرات تتم على أرض الواقع في كل دولة، ولكن تبنيها بشكل عالمي هو قوة ناعمة أيضا. كل دولة تسعى دائما إلى تصوير نفسها بهذا الشكل المثالي الذي تكلمنا عنه من خلال الصورة العالمية للإنسانية، ولكن الواقع دائما يصدم هذه الصورة المثالية في هذه بالقوة الصلبة، أن تقوم المعارك، أن تحدث المشاحنات والنزاعات، وتلك هي طبيعة الإنسانية الحقيقية والخفية وراء تلك المثالية. الحقيقة الثقافة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية كانت بتجوب العالم ثورات الشباب وموسيقى الشباب وملابس الشباب وأطعمة الشباب، فكنت نجد لبس الهيبس ولبس الشعر الطويل في الشباب، وكل اللي كانوا موجودين في القاعة دلوقتي هم مروا بهذه المرحلة وعاشوها، طبعا الكبار مننا مش الشباب الصغيرين. فكانت هذه الثقافة هي المسيطرة وهي بمثابة القوى الناعمة. لكن لما نشوف مثلا الأحداث بتاعة 11 سبتمبر وانهيار البرجين في الولايات المتحدة الأمريكية،
هذه الصورة هي هزت صورة أمريكا التي لا تقهر، صورة أمريكا التي تجسد نفسها في الدراما الأمريكية على أنها بلد لا تهزم، على أنها بلد التكنولوجيا والتقدم، على أنها تستشرف المستقبل وتعرف آلياته وسبل تنميته. فبالتالي هذا السقوط المدوي للبرجين هو اختراق للأمن القومي الأمريكي الذي هز صورة أمريكا أمام المواطن الأمريكي نفسه أمام العالم أجمع. تلتها حرب أمريكا على العراق في 2003، البرجين كانوا 2001، وحرب أمريكا على العراق 2003 مع ائتلاف من بعض الدول دون غطاء شرعية دولية، أيضا هز صورة أمريكا أمام العالم بعد الجرائم التي تمت في العراق واستيضاح الأمر أنها لم تكن معركة من أجل مقاومة الأسلحة النووية، وإنما هي معركة من أجل فرض السيطرة والترويج للقوى العسكرية الأمريكية. هذه الصورة هي ما حاولت أمريكا فيما بعد إصلاحها، وهذا ما حدث مع جوزيف ني الذي أخرج كتابه القوى الناعمة عام 2004، وهو كان مساعد وزير الدفاع الأمريكي وله مركزا مرموقا في المخابرات الوطنية في أمريكا والقومية في أمريكا. فهنا انتبهت أمريكا أن صورتها أصبحت قبيحة، فتبارت الحديث، تبار الحديث عن وظهر وبرز الحديث عن القوى الناعمة كأداة للدبلوماسية وتحسين الصورة. كل الدول دائما كانت تمارس هذا الشكل من القوى الناعمة، ولكنها أصبحت على سطح الظواهر العالمية التي تسعى إلى تحقيقها كل الدول. الحقيقة القوى الناعمة هي قوة الدولة والأفراد، مش قوة الدولة الوحدة، يعني بتمارسها الدولة وبتمارسها الأفراد. هي قوتهم أو قدرة الدولة والأفراد على التأثير في إيه؟ في مختلف العاملين الدوليين، سواء دول، إن الدولة تؤثر في دول، سواء شركات، دول يبقى علاقات دبلوماسية، شركات أعمل علاقات اقتصادية، ولعل صفقة رأس الحكمة هي لها أبعاد ودلائل سياسية وقوة ناعمة كبيرة. لذا وجدنا أن إسرائيل تلو اتفاقية رأس الحكمة تذهب إلى الدول العربية العقد أيضا صفقات اقتصادية. أيضا المجتمعات وترابطها بعضها البعض والأشخاص هو كلهم مستهدفون في عملية السعي لنشر قوة إيجابية أو قوة ناعمة إيجابية للعالم كله. الحقيقة احنا بنشوف كأس العالم بتتنازع على أو بتتنافس على إقامته دول كثيرة، هي أيضا شكل من القوى الناعمة لتبرز كل دولة إمكانياتها وقدراتها وتفتحها وثقافة شعبها ووعيه وإدراكه لقيمة السائح واستضافته الكريمة. كل هذه رسائل للقوى الناعمة ترسل للعالم، المؤتمرات الدولية، تبني القضايا اللي اتكلمنا عنها، القضايا الإنسانية زي قضايا البيئة والطفولة والأمومة والمرأة وغيرها وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها، هذه كلها رسائل للقوى الناعمة. في مصر الحقيقة الصورة بدأت تتحسن، لأن وفقا للمؤشر العالمي للقوى الناعمة اللي هو اسمه براند فاينانس، الحقيقة المؤشر ده بيقول لو تتبعنا مؤشر القوى الناعمة في مصر عام 2020-2021-2022 هنلاقيه تحسن من المركز 38 لل34 لل31. مصر الحقيقة تعمل جاهدة على إرسال هذه الرسائل، ونرجو أن تنعكس هذه الرسائل على اقتصاد مصر من ناحية السياحة، من ناحية الثقافة، من ناحية العلوم، وده اللي مصر بتعتمد عليه. الحقيقة هناك مقومات أساسية للقوى الناعمة بتحاول مصر أنها تتتبعها، منها 8 مقومات أساسية. أول حاجة التعليم والعلوم، بعثات المبعوثين للخارج واستقدام الأساتذة من الخارج للتعليم في مصر، التبادل الثقافي والعلمي، عقد الاتفاقيات الدولية، كل هذه أمور بمثابة أو تدعم القوى الناعمة لأي دولة ومنها مصر.
العلاقات الدولية والدبلوماسية أيضا عامل هام جدا، ولعل الصفقات المنتظرة أساسها الدبلوماسي، أساسها هو وقوف دول عربية إلى جانب بعضها البعض، هذا بالإضافة إلى القوى الناعمة التي مارستها مصر في إظهار إنجازاتها وفي إظهار ما نهادته من مقدمات لنجاح أي اقتصاد أو أي استثمار خارجي يأتي إلى مصر. ولو كانت مصر فشلت في إصدار هذه الصورة الإيجابية لقوتها الناعمة وللإنجازات التي تحققت على أرض مصر لم يكن هناك أي استثمار يأتي إليه، وإنما هذه القوى الناعمة هي ما مهدت للاستثمار. ثلاثة، التجارة والأعمال وهو أيضا ما ذكرناه. أربعة، التراث والثقافة. أنا شايفة أن كمان جنب التراث والثقافة هو السياحة، لأن أنا لازم أعبر عن تراثي وعن ثقافتي وعن أحتفظ، أعمل الحرف التراثية، أصدر مصادري أو أصدر تراثي الثقافي وأظهره في شكل ينافس الصراع الثقافي والتنافس الثقافي على مستوى العالم، لا سيما وإننا في عصر ثورة الاتصالات والمعلومات التي نقلت حرب القوى الناعمة أو انتشار القوى الناعمة إلى مرحلة أخرى. فالفرد يمكنه أن يكون عامل مؤثر جدا في القوى الناعمة إلى جانب مؤسسات الدولة التي يجب أن تواكب العصر وتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، تستخدم الإعلام الرقمي والإعلام الجديد في تجسيد صورة مصر أمام العالم كله باستخدام القوى الناعمة. أصبحت الوسائل متاحة، ولكن لازلنا لم نحقق الهدف المرجو للتوصل للمكانة التي نأمل أن نصل إليها، ولا سيما أن مصر غنية بتراثها وبحضارتها ويمكنها أن تنافس على القمة. الترويج الإعلامي اللي احنا تكلمنا عنه، التواصل مع الخارج، دائما أن يكون هناك تواصل. المكاتب الثقافية بتاعتنا في الخارج لازم تكون هي الناقل الثقافي للعالم كله، كلهم في دولته. ليه ما بنستخدمش الذكاء الاصطناعي؟ ليه ما بنستخدمش العالم الافتراضي؟ احنا ممكن نعمل معبد كامل او متحف كامل افتراضي في هذه الدول، وان تكون هناك فعاليات في كل المراكز الثقافية في العالم تجسد صورة مصر وتسوق للسياحة في مصر، وهذا حقق دخلا كبيرا لمصر. الحوكمة، الحقيقة احنا يمكن في عالم تقدم الاتصالات وفي العالم الإعلام الرقمي أصبحت هناك فوضى لا يحكمها، ليست لها حوكمة. لا، احنا عايزين المؤسسات السياسية والسيادية يكون لها مخرجات على وسائل الإعلام الرقمي، إنها من تدفق المعلومات وتدفق المخرجات وباستخدام كافة الوسائل المتاحة من يوتيوب وإنستجرام، كل وسائل التواصل الاجتماعي، فيسبوك وما إلى آخره، والمواقع الإلكترونية، إني أنا أعمل فيض من القوى الناعمة ليسود العالم، ونحن نقدر على ذلك، لأن دائما الأقوى هو الذي يسيطر معرفيا واقتصاديا. القيم، لأن القوى الناعمة دائما هي زي ما قلنا دائما تبحث عن عالم الموصل، ما نصدره من موصل وقيم أخلاقية، ولدينا قيمنا المختلفة، ونرى دائما أن العالم يحاول أن يصدر لنا قيما مغيرة، ونرى منصة مثل نتفليكس، نرى بعض قنوات ديزني بتنقل قيم أخلاقية مغيرة لنا. كيف يمكننا أن ننقل قيمنا الإيجابية وأن نعبر عنها دون أن نخجل من أننا لا نفعل ما يدعوننا إليه؟ كقوة ناعمة نعبر بها عن رأينا ونوعي بها أطفالنا أنهم ما ينسقوش وراء أي شيء براق قد يكون قادم من الخارج يتعارض مع قيمنا. كيف نصر أننا أقوياء اقتصادياً ولدينا قدرة على استقبال أي استثمار أجنبي؟ كيف نجسد أن مصر لديها سياحة قوية تستطيع أن تستضيف ملايين السياح
وتحسن استقبالهم. كيف يمكننا أن نوصل للعالم، وقبل أن نوصل للعالم أن ننمي الوعي الداخلي لدى أطفالنا بالسياحة وكيفية استضافة السائح وقيمة السائح وكيف كيفية التعامل معه كضيف، ثم أسطر هذا الوعي للعالم أننا شعب ندرك قيمة السائح ونحسن استقباله على كافة المستويات الثقافية والعلمية والسياسية والدبلوماسية. نحتاج إلى منظومة كاملة بها حوكمة لتصدير هذه القوى الناعمة إلى العالم كله ليرى العالم الصورة الجميلة لمصر المستقبل. شكرا جزيلا. كل الحب والشكر والامتنان والتقدير والاحترام للصديقة الجميلة الأستاذة الدكتورة سهيرة عبد السلام على هذه الورقة السرية والقيمة. كلنا نعرف أن أرسطو هو الواضع الحقيقي للمصر، لكن هل معنى هذا أن الناس قبل أرسطو لم يكونوا يفكرون بطريقة منطقية؟ أبدا، كان الناس حتى قبل أن يولد أرسطو كانوا يفكرون بطريقة منطقية. نفس الأمر يصدق على جوزيف ناي اللي يعني هل قبل نحن مصطلح سوفت باور قوة ناعمة ما كانش فيه قوة ناعمة؟ لا أبدا، كان فيه قوة ناعمة. وأنا أذكر لحضراتكم أقوى مثال للقوة الناعمة حدث منذ مئات السنين قبل مولد جوزيف ناي. أندونيسيا هي أكبر دولة إسلامية، الإسلام لم يدخل أندونيسيا عن طريق فتوحات حروب أو حد السيف أو إلى آخره، وإنما عن طريق التجار، تجار الحرير الذين كانوا يعرفون ويبيعون وأخلاقياتهم العالية وذوقهم الرفيع والرقة التي كانوا يتعاملون مع بها مع أهل أندونيسيا أو كل جنوب شرق آسيا. كان هذا نوعا من القوة الناعمة وأدى إلى دخولهم الإسلام. فالقوة الناعمة موجودة منذ زمن كبير. نحن الآن بصدد المداخلة. أي حد من حضراتكم عايز يقدم مداخلة فليتفضل. ماشي، يبقى أول الجمهور الأستاذة الدكتورة سادية، الدكتورة سامية أستاذة الفلسفة الحديثة والمعاصرة والقيم ببنات عين شمس، فتفضل. مساء الخير على حضراتكم جميعا، وبشكر المنصة الكريمة واستضافة الدكتورة أمل لينا النهاردة. الحقيقة حاجة جميلة جدا تشريف الدكتورة شادية، وأنا أول مرة النهاردة يعني أنا أسمع لحضرتك كتير. النهاردة تشرفت بمعرفة حضرتك فعليا. الحقيقة أن المنصة النهاردة منصة سرية جدا. دكتورة أمل ادتنا ورقة تعريفية رائعة عن مفهوم تعريف القوة الناعمة وإيه هي المحددات الأساسية من الثقافة والتعليم والإعلام إلى آخره. الحقيقة دكتورة شادية كانت الورقة بتاعتها مختلفة شوية لأنها تجربة حياتية ورؤية أقرب إلى الجانب الحيوي المعاش لهذه التجربة. يعني كل ما سردته من أحداث هي عاصرة هذه الأحداث، فليست مجرد تأريخ للقوة الناعمة قد ما هي أحداث معاصرة ليها. الحقيقة عجبني جدا السرد بتاعها.
ايضا الاستاذه الدكتوره سهير قدمت لنا روشته علاج كامله ومنظومه كامله لكيفيه احياء القوه الناعمه. فانا استنى ليا سؤال موجه للمنصه كلها. كيف نستطيع ان نخرج من ازمه او الازمه بصفه عامه حينما تتحول القوه الناعمه الى سلطه وسيطره وهيمنه في اظهار الزيف وليس اظهار الحق؟ وشكرا. دلوقتي مين الاستاذ الدكتور عبد الوهاب؟ اتفضل. يعني اذا كانت المفروض اذا كانت القوه الناعمه ذات تاريخ عريق منذ ايام القبيله العربيه التي كانت تحتفل في مناسبتين، عندما يولد فارس يمثل القوه الخشنه، وعندما يولد شاعر يمثل القوه الناعمه. فمن حق الجمعيه الفلسفيه ان تحتفي اليوم وتحتفل بمولد ثلاث من أدوات القوة الناعمة، وهن لا يمثلن الجنس الناعم. فمن الغريب أن هذه الندوة التي تتحدث عن القوة الناعمة ليس فيها إلا الرئيس فقط، لكن الباقي من الجنس الناعم الذي استطاع أن يبرز لنا بحقيقة أن أصالة القوة الناعمة تكمن في هذا الشعب المصري الذي استطاع أن يغير المعادلة. فعلم الفلسفة وتاريخ الفلسفة يعج دائما بالفلاسفة الذكور، ولم يحدث أبدا أن تغيرت المعادلة وأصبحت السيطرة للجنس الناعم إلا في هذه الندوة ومن خلال هذه الجمعية. فكل التحية للجنة الفلسفة بالمجلس الأعلى للثقافة. في الحقيقة العرض الذي تم عرض رائع يشمل التنظير من الأستاذة الدكتورة أمل مبروك، ومن التفصيل العلمي للوسائل والأدوات من خلال الأستاذة الدكتورة سهير عبد السلام، إلى الجانب التطبيقي من سعادة الأستاذة الدكتورة شادية علي قناوي. لكن هناك شيء غريب جدا، أنه جميعنا تحدث عن القوة، لكن كيفية توصيل هذه القوة وصناعة هذه القوة في مصر هنا، رغم أننا أقدم شعوب العالم على وجه الأرض وكانت مصر ثم جاء التاريخ وأثرنا وحضارتنا كما قيل كانت الدنيا ظلاما حوله وهو يهدي بخطاه السائرين أو الحائرين، ومع ذلك حجم السياحة عندنا في مصر لا يتماشى أبدا مع هذا التراث العريق. عندنا ثلث أثار العالم ومع ذلك عدد السواح لا يقارن بدولة صغرى مثل قبرص أو ما عند اليونان. الأمر الآخر أنه كيف نسوق هذه القوة الناعمة؟ عندنا قوة ناعمة، لكن أوضحت الدكتورة شادية أنه هناك وسائل لتسويق القوة الناعمة، لابد أن تدعم بالقوة الاقتصادية، فالذي يؤثر على مجريات الأمور السياسية لقمة العيش وليس الفكرة والذهن فقط. وبالتالي كانت بتواجه هي بالحرب الشرسة لأنها لم تكن مدعومة بقوة تأثير اقتصادي، فيجب أن يكون اهتمامنا وتركيزنا على هذا. الأمر الآخر أننا نتحدث عن القوة الناعمة التي تمثلها مصر فيما بيننا، لكن عندما تسافر أنت إلى الخارج تجد أن صوتك هامشي جدا. أنا أذكر أيام قامت حضرة اعترضي حضرة ما مثل ما حضرتك سافرتي، أنا سافرت أيضا ورأيت ضعف تأثيرنا الثقافي والإعلامي ووجودنا في الخارج. بدل حتى ليس فقط على المستوى السياسي والثقافي، احنا في
في كرة القدم حتى يعني نزعم أن لدينا أعظم نادي في الكون، ومع ذلك أننا لم نفز بأي مسابقة دولية على مستوى كرة القدم. هو أعظم نادي في اليوم. ماشي خالص. يبقى إذا نحن نعاني من مشكلة إن إحنا نعتقد شيئاً ولكن التنفيذ يكون شيء آخر. فهذا ما كنت أرجو أن إحنا نلتفت إليه. شكرا لكم. شكرا يا دكتور عبد الغني. شكرا يا زاد العلي. يعني ما كنتش ناوي اتكلم ولا حاجه، لكن انا بس عايز اقول انه يعني فاخر من القوه الناعمه بشكل عام، اي قوه ناعمه تحتاج الى قوه خشنه. هذه مساله اساسيه بشكل اساسي، لانه القوه الناعمه بتيجي من خلال كيفيه ان تكون الدوله قوه اساسيه ليس فقط اقتصاديه. في دول ليست لديها إمكانات اقتصادية زي سويسرا على سبيل المثال أو فنلندا، لكن عندها شكل من أشكال الباور الأساسية التي تستطيع. أنا عايز أقول بس في جانب آخر من القوة الناعمة يجب أن احنا نهتم بها، هو القوة الناعمة التي تحاول أن تزيل أو تضعف من الهوية الوطنية للدول. هذه هي القوة الناعمة الأساسية التي ظهرت بشكل أساسي. كيف أننا أقضي على دولة من الدول دون استخدام الآلة العسكرية؟ هذه هي الأساس في مسألة القوة الناعمة. طبعا يعني الدكتورة أمل لما كلمت عن التعليم وعن الثقافة وعن كل هذه المسائل، هذه آليات القوة الناعمة بشكل عام، لكن دون أن تكون هناك قوة صلبة حقيقية في داخل الدولة لا نستطيع أن نمارس آليات القوة الناعمة بشكل عام. القضية الأخرى هي أن العالم كله أصبح، خاصة أمريكا، أصبحت تتعمد بشكل أساسي أن تبحث عن القوة الصلبة في إطار قوة ناعمة. يعني هذه هي المسألة. كلنا شايفين ما يحدث في غزة من الصلابة الأساسية التي يعني طبعا خارج نطاق التاريخ بشكل أساسي وخارج نطاق الإنسانية بشكل عام، ومع ذلك يحاولون أن يعني يتحدثون في القوة الدبلوماسية بشكل عام في إطار قوة صلبة وليس في إطار قوة ناعمة. العالم دلوقتي بقاله حوالي 10 سنوات يتحدث عن الكتب الصادرة حديثا كيف يمكن من خلال القوى الناعمة أن أغير ثقافة الشعوب بشكل أساسي، كيف أن أغير الواقع الأساسي وأحوله إلى قوة افتراضية أساسية. وتصبح القوة الافتراضية هي القوة الحقيقية في داخل المجتمع، أو يبدو أنها القوة الحقيقية في داخل المجتمع. إحنا محتاجين أن احنا نعمل دراسة أكثر من كده عن كيف يمكن للقوة الناعمة أن تستخدم لإلغاء الهوية الوطنية في المجتمعات البشرية، إلى جانب القوة الأساسية التي أدت إلى إنه مفهوم الأمن القومي يتغير بشكل أساسي ليصبح أمن إنساني وليس أمن قومي شامل. وهذه هي البعض. شكرك يا دكتور أحمد. في حد من حضراتكم عايز يعمل مداخلة؟ لو في حد أهلا وسهلا. يبقى الدكتور مصطفى. لا تعالي لا دكتور الأول. لا أنا بحس أنا هيتكلم في الأول. أنا أولاً سعيدة جداً بحضرتك، لأن أنا أول مرة في حياتي أتحدث أمام مشرفتي الدكتور دكتور في الإعلام. وفي الحقيقة أنا بحس تعب اجتماع سياسي، بحس ماجستير. وفي الحقيقة بها سليمان. وفي الحقيقة أنا اللي خلاني أصر إن أنا أتكلم أستاذ الدكتور بنحياز، بس أنا أصر إن فكرة إنه إزاي إحنا ممكن نحارب دولة بدون آلة عسكرية. ففي الحقيقة أنا أقدر أجاوب على السؤال ده ببساطة جدا، وبرضه هثير سؤال وأسمع لو أنا أجيب أمام خبرات علمية أنا بتشرف إن أنا بتكلم قدامه. في الحقيقة إزاي إن أنا ممكن دلوقتي ده اللي بيحصل، إزاي إن إحنا ممكن نحارب دولة من غير آلة عسكرية، هي فكرة التنمية الذاتي.
فكره التدمير الذاتي للدواء انه ازاي دوله تحارب ذاتها من خلال حرب. احنا بنعيش في الوقت الحالي حرب الشائعات او الفكره اللي احنا بنعيشها دلوقتي انه التخلفه الصفريه. ازاي الدول المعاديه تقدر تحاربك من خلال نفسك؟ يبقى انت اللي بتحارب نفسك بنفسك من خلال تشويه الهويه الثقافيه، فيصبح الانسان المصري او المواطن المصري غير واعي، فينشر الشائعات فيدمر ذاته، فيصبح هو خادم للوطن بدل ان ابني هذا الوطن. وبالنسبه للسؤال اللي انا بتقدم فيه للجنه الموقره، هو انه ازاي استخدم فكره الذكاء الاصطناعي في المستقبل او قرية استشرافية في استخدام القوى الناعمه. وشكرا لسيادتك. شكرا. شكرا يا مرحبا. مساء السعادة على حضراتكم. طبعا سعيدة جدا ان انا في رحاب جامعتي الجميلة ومع اللجنة العظيمة بتخصصاتها المتنوعة والموضوع الهائل جدا اللي احنا اتكلمنا عنه. بشكر الاستاذ الدكتور مصطفى النشار طبعا على اختيار الموضوع، والمتحدثين الاستاذ الدكتور امل مبروك، الاستاذة الدكتورة استاذتنا الدكتورة شادية أماوي، الاستاذة الدكتورة سهير عبد السلام. الكلمات جاءت متكاملة في موضوع غايه في الاهميه فعلا، يعني واستاذتنا الدكتوره شادية المحت لقضيه التعليم ودوره، والتعليم قد ايه ممكن يكون اسلوب من اساليب القوى الناعمه للتاثير السلبي في هويه بعض المجتمعات. ده الاسقاط اللي انا حطيته او استنبطته، يعني قد ايه ممكن يكون التعليم الاجنبي اللي بيأثر على هويات المتعلمين له، لانه بيتبنى ثقافه الدول المصدره لهذا التعليم فانه ممكن يكون قوه ناعمه لهذه الذات. اكمل بقى على كلام بنتنا مروه، وسيله من وسائل هدم الذات، بالاضافه لفكره الشائعات، بالاضافه لفكره الشعبويه واستغلالها الاستغلال السلبي والسيء بحيث ان الناس هي تبقى بتهدم دولتها. واخد مثال واقعي بسرعه، محكمه العدل الدوليه اما جنوب افريقيا قدمت الطلب ضد اسرائيل، اسرائيل طلعت قالت لا ده مش احنا خالص، دي مصر ما دخلتش المساعدات. فالناس تبنت هذه الفكره الصادره من مصدر غير موثوق به. يعني القضيه هنا تزييف الوعي، ده هو طول عمر هذا الطرف كاذب. فاتخذت القضيه اللي قالها على انها مسلمه ومنطقيه، واتقال ان مصر بقى انكشفت وحصل 1 2 3 4. فالتوظيف السلبي للاعلام من خلال مصادره وهو الى اخره. طبعا كل الشكر والتقدير على التكامل اللي كان بين الكلمات، واستاذتنا الدكتوره شاديه مقدره بقى اللي جوه الصندوق الاسود اللي ما كناش نعرف عنه في اليونسكو ايه الاوضاع وكيف تدار الامور بطريقه سلبيه. شكرا جزيلا وتحيه لحضراتكم. شكرا جزيلا. شكرا دكتوره امل. الحقيقه الوقت هنا خلص، والمفروض ان احنا الان خارج القاعه، لكن احنا يعني حابين ان الدكتوره شادية ترد على الدكتور عبد الرازق. احنا بنحب يعني نهدي النفوس. بصراحه بقى الدكتوره بسرعه. طيب ماشي. شكرا. هو شكرا لاثاره الموضوع دكتور رضي. لا انا بقول اوبجكشن، مش عملت حضرتك تقوله اوبجكشن على انك لما حضرتك اثرت وانت بتتكلم في الخارج يبقى ما حدش قوي بيسمعك، كلمتك مش مصدق يعني لا ينصت اليها الى اخر نتيجه الاوضاع اللي ممكن الدوله تكون فيها لسه ناميه او كده. لكن هقول لحضرتك على حاجه من اكثر الحاجات اللي تمس القوى الناعمه واستخدمها. انا من وجهه نظر التعليم اللي هرد فيه على الدكتوره امل ان انا لم اقصد التعليم الاجنبي بتاثيره، دي عولمه، دي تاثير العولمه على البرامج التعليميه بتاعتنا كلها. لكن انا بقصد بالتعليم انه التعليم الالزام من مرحله التعليم قبل المدرسه من 3 سنوات الى التخرج من الجامعه أن يكون مجاناً وأن يكون بنفس القدر والجودة. هذه اتفاقية اليونسكو لتعليم الجميع اللي مصر مصدقة عليها، مش موافقة عليها بس مصدقة عليها، تمام؟ فده مش موجود. وبالتالي بداية
اكتشفت قدراته من المراحل الاولى المراحل التعليميه الاساسيه ثانوي وبعدين الجامعه. هنا انا هخلق انسان يستطيع ان يفرق بين الاشاعه وبين غير الاشاعه، بين السليم وغير السليم، يستطيع ان يحاور سفينه اكبر دوله في العالم الولايات المتحده الامريكيه لما تطلع من مناقشات بعد الحفريات الاسرائيليه للقدس وتقول يعني انا ما بعرفش اتفاهم مع حد بيكلمني من الديه بيجبرني على احترامه كسفيره مصريه. دي اللي انا عايزه اقولها لحضرتك، انك لما بتتكلم حتى لو بتتكلم ضده بتتكلم عكسه لكن بالحجه ومنتهى الادب والسلوك بيحترمونا جدا بصراحه. يعني بالعكس انا شفت هناك احترام مش شخصي عموما لصغراء الى ابني ونفس الشيء. تمام؟ ده اللي بس كنت عايزه اقوله. شكرا يا سكرا.